دكتور محمد المري تقريبا، دكتور محمد موجود المري، موجود السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور محمد، موجود نعم حضرتك شفتني. كوست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله، صباح الخير دكتور. يا صباح النور والسرور، نعتذر عن تأخرنا في الدخول بسبب كنا نبحث عن الرقم والباسورد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد المري، رئيس المكتب بالاتحاد العربي للمساحة لدول الخليج ومستشار لدى وزارة البلديات في قطر. حياك الله وبياك دكتور. أهلا وسهلا بك، شرفتنا يا سيدي. وأشكركم على الدعوة الكريمة منكم. الله يبارك فيك، احنا طبعا نهنوكم على نجاح هذا الحدث العالمي مهم، وصراحة أعطيته صورة مشرفة وغيرته بشكل جذري نظرة العالم للعالم العربي. الحمد لله، هذا أول حاجة توفيق من الله، ثم دعوة دعم إخواننا العرب في الوطن العربي الكبير، وكذلك احنا عملنا هذا المشروع خاصة تحديث الأرقام، الرقم الخريطة الرقمية لدولة قطر بالتعاون مع لجنة الإرث لكأس العالم حتى تطلع دوحة بهذه الصورة المشرفة. فالحمد لله، يعني هذا جهد 12 سنة، هنيئا لكم. الحمد لله، توفيق من الله وجزاكم الله خير. مشكور جدا دكتور محمد. طبعا المبادرة زي ما حكينا بما حضرتك يعني في البورد في الاتحاد العربي للمساحة من نعم. قبل سنتين، الدكتور سركيس فدعوس تبنى مبادرة تأسيس الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة واعتبارها مشروع من مشاريع الاتحاد ممتاز العربي ممتاز للمساحة، وبناء عليه بدأنا في العمل على تنفيذ سلسلة من ورش العمل التوعوية فيما يخص خرائط الأساس الرقمية، وكانت التتويج هذا المجهود لسلسلة ورش العمل والدورات التدريبية لرفع الكفاءة للمساحين والطبوغرافيين العرب وتدريبهم على استخدام منصات رسم الخرائط على المنصات المفتوحة، كان تتويج هذا العمل بإدخال ورقمنة 60,000 مبنى خلال 50 يوم في الدوحة. ممتاز، هذا عمل كبير ونشكركم عليها، ودائما الدكتور سركيس جزاه الله خير دائما عند المبادرة الطيبة، ودائما همه الوطن العربي الكبير في وضع الخرائط الرقمية والمعلومات الجيومكانية على الطريق الصحيح. بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم في الاتحاد، وإن شاء الله الرسالة الإيجابية اللي نحب أن نبلغها أن 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 رسامي الخرائط ومصممي الخرائط شاركوا معنا من جميع أنحاء العالم بدون استثناء، وكانت في حملة يعني مكثفة ورغبة شديدة من جميع المهنيين للمشاركة في دعم إنجاح هذا الحدث من خلال تخصصهم، يعني هم هذا المجال اللي يستطيعوا من خلاله أنهم يتطوعوا ويقدموا شيء ممتاز. هو ممتاز. ضمن مفهوم جديد اللي الآن موجود في العالم اللي هو الكراود مابينج وعملية الكراود سورسينج أو البارتيسيباتوري مابينج أكتيفيتي، واللي ترجموه باللغة العربية احنا سميناه الآن نقول العمل الجيو تطوعي، يعني الإنسان متطوع. ممتاز ممتاز، بالمهنة بتاعه. هاي مبادرة جدا ممتازة وأشكركم عليها، وبالعكس هذا التوجه هذا بيعمل إثراء للخريطة، مثل نقول الخريطة المفتوحة، فبالعكس حنا ندعم الأمور هذه، وسوف نعمل تقرير إن شاء الله ونعرضه على حكومة دولة قطر، ونعمل كتاب باسم الاتحاد، وجميع الأشخاص اللي والدكاترة والأخوان المشاركين الطبوغرافيين في هذا المجال، وبإذن الله إن شاء الله في إن شاء الله مشاريع ضخمة جاية في قطر بإذن الله، ونكون مشارك بإذن الله. بإذن الله، والفريق خريطة الشارع المفتوحة سواء كان في الدول العربية أو في أفريقيا الآن مستعدين وتم تدريبهم بشكل كبير وتم رفع الكفاءة عندهم من خلال سلسلة برامج تدريبية، هم مستعدين للتطوع لتنمية
خريطة الأساس في أي قطر من الأقطار أو من الدول اللي تحتاج إلى حملة مكثفة وكول فور مابينج، يجوك الرسامين من جميع أنحاء العالم يفكروا. هذا فيري سمارت، يعني ذكي جدا أنك أنت تحقق الماكسيمم بالمينيمم من المصاريف. يعني إحنا دخلنا 60,000 بناية في 50 يوم، كلفتنا زيرو دولار، صفر، بقيمة صفرية. أحسنت. وهذا يعني واجبنا كمهنيين، هذا واجب أدبي كمهنيين أدبيا تجاه مهنتنا وحبا في مهنتنا، أن احنا لما نقدر نقدمه أو نتطوع بجزء من وقتنا لخدمة المهنة اللي احنا شغوفين بها، فهذا صحيح. على الرحب والساعة إن شاء الله. وهذا النداء مش فقط لقطر، لجميع الدول يعني. لا بالعكس، بالعكس، هذه مبادرة طيبة وأشكرك عليها، وأشكر أخواني لكل ساهم في هذه الحملة، ونتمنى نشوف حملات كثيرة يكون على مستوى الوطن العربي وأفريقيا ودول أخرى، وإن شاء الله يكون فيه، يكون عمل منظم ويكون فيه جهة داعمة عشان الكل يستفيد من هذه المبادرة التطوعية. وأنا فعلا يعني أنا مهتم بهذه الأمور، خاصة ندخل عليها، أنت عارف بعض الخرائط الرقمية ترتبط بأشياء اللي خاصة بالجيومكانية عندنا والإحصاء وكذلك، لأن عندي مشروع بإذن الله أتمنى الجميع يشارك فيه، وهو اللي هي من بعد كأس العالم نشوف التحديث الأخير للخريطة الرقمية لدولة قطر وربطها بجميع الإحصائيات التي تخص عدة جهات في الدولة ومدى تفاعلها وربطها بالخرائط الرقمية، ومن ثم بإذن الله تكون نموذج ممكن نعممه على مستوى العالم، ويكون عندنا تتسع اللي هي الأمبريلا خاصة للمتطوعين في مجال الخرائط الرقمية والجغرافيين وأشياء كثيرة بإذن الله. دكتور محمد المري، بمعيتكم وبدعمكم ودعم الاتحاد وسيادة النقيب، بالعكس بالعكس، هذا أقل حاجة نقدمها لكم، وأتمنى إن شاء الله نحاول كيف نتحصل على هذه البيانات لنعمل مثلا نعمل تدقيق للبيانات هذه ونرى هل تطابقها فعلا بناء، لأن عندنا في قطر عندنا جدا بوليسي جدا قوي خاصة في خاصة النظام الديكومنتيشن، خاصة عندنا الدليل الخاص بالعمل المساحي في دولة قطر، ونراه كيف تطابقه مع الأعمال اللي قمتوها كعمل تطوعي ورفع جميع البيانات للمباني والأشياء كثيرة اللي عملوها الشباب في العمل التطوعي. بإذن الله. أنا الآن عملت مشاركة للشاشة إذا كانت تشوفها دكتور محمد. نعم موجودة. نعم هذا الخريط، الخط الزمني قبل وبعد إطلاق مشروع الاتحاد العربي لرسم خرائط الدوحة. زي ما تشوف كثافة الإنجاز وكثافة إدخال المباني. ما شاء الله. هذه كل المباني ما كانتش موجودة قبل 26 أكتوبر تصور يعني. شوف يعني في الخط الزمني هنا ما كانش يعني، اذا كان الان نعمل انا كلوز لهذه. لو اخذت مثلا هذا مشروع اللي هو رقم المشروع 13651 اللي هو قطر واحد، احنا عندنا 19 مشروع في قطر الان، منهم حوالي 6 مشاريع في الدوحه والبقيه موزعه في جميع الدوله يعني. فقطر واحد مثلا، لو اخذنا قطر واحد حنلقى ان عدد المباني اللي تم ادخالها في قطر واحد تجاوز 30,000 مبنى. نعم. وهذا التوزيع اللي هو زي ما تشوف في حضرتك، كل تصنيفات المباني السكنية الإدارية التجارية المرافق كلها بالأتريبيوتس وبالبيانات المصاحبة وبالتصوير الأرضي للشارع، لأن عندنا حتى فريق تصوير أرضي على الشارع يستعمل في تطبيق مابيلري. فتم تكامل ما بين صورة الشارع وصورة القمر الصناعي عشان نعمل استخلاص لأكبر قدر ممكن من البيانات المكانية وإدراجها ضمن البيانات المتجهية للمباني.
ممتاز ممتاز. هذه جزء او عينه من الاحصائيات. لو جيت شفت مثلا في هذا في بالنسبه للمشروع قطر واحد، ان لو غيرت هذا الرقم اثنين، هذا قطر اثنين. هو البني ولا الازرق؟ هذا البوليجون واضح، هذا قطر اثنين، هذا اللي هو البني بالضبط، هذا اللي محدد ببوليجون فيهم دوائر هذا. اي نعم ايوه. ف ف ف فعندنا بلاتفورم نقدر نعمله ستاتستكس وداتا اناليسز على اعلى مستوى من الجوده وفق اكبر المعايير اللي هو التابعه للمجمع الدولي للمعايير والمواصفات القياسيه للبيانات المكانيه اللي هو الاوبن جيو سبيشال كونسورشم. الشغل صح، هو يعني عاده يرتبط مفهوم التطوع انه ممكن يكون عمل، يعني بعض الناس يتبادر لذهنه انه عمل غير منظم او عمل غير مطابق للجوده او المواصفات. لا احنا نتبع احدث معايير ضبط الجوده ونلتزم بمواصفات المعايير القياسيه للاوبن جيو سبيشال كونسورشم. وعندنا بلاتفورم اسمها الهيومانيتيريان اوبن ستريت ماب بلاتفورم، هذه لاداره مهام ومشاريع رسم الخرائط. من مرحله الرسم الى مرحله المراجعه والتدقيق الى الاعتماد، سلسله متكامله عشان ننتج خرائط باعلى جوده. وبغض النظر يعني الناس متطوعين ولكن هم ملتزمين تجاه مهنتهم بإعطاء أفضل جودة ممكنة، حتى لو كانوا يعملوا هذا العمل بشكل تطوعي. يعني هو يدفعهم الشغف وحب العمل، فبالتالي عندهم حب حتى في الجودة كذلك، مش مجرد أنه هو نعم. ينفذ عمل نعم. بينفذ وخلاص يعني. نعم. فالحمد لله بتوفيق الله وبتضافر مجهودات جميع الناس من جميع أنحاء العالم معنا، كانت هذه مساهمة للتعبير على لدعمنا لهذا الحدث ولمساهمة حتى عن بعد لدعم أشقائنا ولدعم كأس العالم قطر 2022. جزاكم الله خير، والله جهود واضحة ومميزة وتشكرون عليها، وهذا أنتم جزء من نجاح الحدث هذا. الله يبارك فيك دكتور. هذا بس نقطة أخيرة اللي هو الدوحة، عندنا المستوى التفصيلي الأول لمجسم ثلاثي الأبعاد اللي نتج من خلال رسم هذا العدد من المباني اللي هو حوالي أكثر من 60,000 مبنى. زي ما قلنا، زي ما تشوفوا هذه الدوحة، هذا 3D City Model بالمستوى التفصيلي الأول، وهذا مهم جدا جدا للإخوة في التخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإدارة البلديات. لما يكون عندك ماستر بلان في الأبعاد الحقيقية للمباني والتسمياتها والأتربيوتس كاملة لها، فهذا عنده قيمة فنية كبيرة عند المهندسين والفنيين والتوبوغرافيين والمعماريين ومخططين المدن. يعني فتخيل نعم. أن هذا ما كانش موجود قبل 26 أكتوبر، ما كانش موجود، وبفضل هذه المبادرة تم إدراج كل هذه المباني بارتفاعاتها الحقيقية. نعم. والفريق مستعد للاستمرار في تطوير هذا النموذج. طبعا هذا نسموه احنا المستوى التفصيلي الأول، لما يكون عندك الشكل الهندسي والارتفاع فقط، لكن لما تعطيه الفتحات وتعطيه نوع السقف وتعطيه الفينيشنج ولون المبنى والواجهات، حتوصل به للمستوى التفصيلي الرابع. نحن الآن نعتبره في المستوى التفصيلي الأول، ولكن المستوى التفصيلي الأول حتوى ذو أهمية كبيرة جدا جدا في عمليات الـ يعني تصميم وإدارة المدن. يعني فحتوى لا يستهان به، والقيمة المضافة الكبيرة فيه أنك أنت عامل كل الشغل هذا بصفر دولار. يعني لا ما شاء الله عمل جبار. فهذا بس أنا حبينا نعطوا فكرة كيف وصلنا، ربطنا أن يعني جت مبادرة شو علاقة المابينج بكرة القدم بالتطوير المدن بالمدن الذكية، فهي كلها تصب في بوتقة واحدة. يعني ممتاز ممتاز، يعتبر نوع من التنمية. لا بالعكس، عمل طيب، الله يجزاكم خير.
دكتور عبد الرحمن، هل عندك فكرة عن المركز الجي اي اس في دولة قطر؟ ايش عمل؟ ايش المنتجات اللي قمنا فيها؟ والله عندي زميلي الدكتور عبد الله النعيمي، مش عارف ما تعرفه ولا لا، دكتور عبد الله النعيمي من قطر. نعم، في كاتا فاونديشن. نعم. ولكن للأسف دكتور عبد الله السنة هذه ما عنديش أبديت منه، مانيش عارف وين 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 وصلوا الزملاء الفريق اللي معاه، مانيش عارف آخر أبديت عندهم شو عملوا، والله ما أعرف. ممكن إذا كان عندك أنت تنورنا تعطينا. أنا الله يسلمك، أنا كنت ماسك إدارة القسم الطبوغرافي، المسح الطبوغرافي لدولة قطر، فحنا نقوم بمسح دولة قطر كاملة، وأنتجنا مشاريع يعني دولة قطر كاملة، من اللي هو السمارت سيتي اللي هي 3D، وعندنا الله يسلمك التوبوغرافي 2D، وعملنا يعني عندنا الموبايل مابينج موجود عندنا، ومسكين الشبكة، وعندنا جميع أنواع المسح. الآن اشترينا طيارة تقوم وعندها طيارات الدرون تصور، ونعمل أبديت على الخريطة الطبوغرافية لدولة قطر، والحمد لله يعني احنا عندنا إنجازات كبيرة، أتمنى أنك تطلعون عليها وتستفيدون منها. وبالعكس أي حاجة فيها مثلا إضافة للخريطة الرقمية لدولة قطر احنا معكم. بارك الله فيك دكتور، وهذا مش غريب عليكم، وطبعا الانفتاح في تبادل الخبرات ممكن يكون بالعكس عن طريق القناة الاتحاد العربي المساحة، حتكون يعني نافذة أو قناة مهمة جدا جدا لإتاحة الفرصة للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة في مجال الذكاء المكاني والهندسة الجيوماتيكية بشكل عام. يعني حنا دكتور عبد الرحمن، دولة قطر من أوائل دول العالم في الجي اي اس، وكنا أول ما انضميت بعد ما تخرجت من الجامعة انضميت للمركز، كنا نقوم بتحديث البنية التحتية لثمان جهات في الدولة، من بنية تحتية، من خطوط الكهرباء والماء والله يعزكم الصرف الصحي وأشياء كثيرة أندر جراوند، وكذلك التوبوغرافيك، كل ما على الأرض وما عليها يتم مسحها كاملا، وهذا الكلام هذا في التسعينات. أما الآن نتكلم عن أكثر من 80 جهة تقوم بعملية تحديث بياناتها على خريطة رقمية موحدة، وكذلك عندنا جميع اللي هي المشاريع الخاصة بالتحديث الخريطة الرقمية مع عدة جهات، وكذلك عندنا خريطة موحدة في سيرفر واحد موجود عندنا في المركز، وكل 80 جهة تحدث بياناتها على سيرفر واحد الكل يطلع عليها. هذا ممتاز جدا، هذا مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية القطرية نقدر نقوله يعني. نعم الآن محدثة كاملة الموجودة اللي هو 3D، وعندك 2D، وعندك كل البيانات، وعندك الرقم عنوان المنشأة ورقمها وإحداثياتها وبياناتها من كهرباء وماء، وكذلك بيانات الشخص اللي ساكن فيها وعدد كلها مرتبطة ببعض، لأن عندنا رقم المبنى الموحد مرتبط برقم العنوان الشخص اللي مالك للمبنى. ممتاز. فمثلا عندنا رقم مثلا موجود في مثلا في برج ساكن في شقة، بيعطيك وين مكانه في أي دور في أي شقة، ومن هو صاحبها وماذا يملك. ممتاز، وهذا تفيد في الإحصاء كذلك دكتور محمد المري. نعم، عندنا أصلاً عندنا الجايس الإحصائي عندنا موجود ومرتبط معانا، وعندنا اجتماعات بشكل دوري شهري لجميع الجهات، كلنا نجتمع بشكل دوري، وكذلك نعرض المشاريع وندعمهم لكل جهة ندعمهم. حنا عندنا تدريب، وعندنا اللي هو وضع المشاريع اللي الكل يستفيد منها، وثاني حاجة نقدم النصيحة للجهات اللي تقوم. ما في أي مشروع في الجائس لازم يكون من خلالنا عشان نعتمده، وعشان الكل يشتغل على ديكشنري واحد ودوكيمنت واحد وبوليسي واحد. ممتاز اي نعم.
ممتاز. احنا معنا بالضمن الفريق معنا المهندس عمر سليم، احد مؤسسي مبادرة اوبن ستريت ماب اريبيا، وهو مهندس من المهندسين المميزين صراحة في برنامج نمذجة معلومات البناء ونمذجة معلومات المدن، وهو موجود في قطر يعني. فياريت نقدر نربطه بحضرتك اذا كان في الامكان تتبادل الهواتف. بالعكس بالعكس، اي شخص، اي شخص موجود في قطر او خارج قطر وحاب عنده فكره مشروع او مبادره او اي حاجه او عمل تطوعي، احنا مستعدين كمكتب اقليمي وكمركز الجايس في دوله قطر. بالعكس كلنا ندعم البعض وكلنا نساهم، نكون يعني في النهايه الكل يستفيد من هذه البيانات وهذه المعلومات من خلال القطاع الحكومي او القطاع الخاص. بارك الله فيك، مشكور جدا جدا على كرم. لا بالعكس بالعكس، الله فيك دكتور، هذا واجب طال عمرك، هذا الواجب طال عمرك. بارك الله، مهم جدا هو يعني الاستفاده من تجارب الدول بالذات يعني الدول العربيه، لان يعني بانيه على اساس يعني صحيح واخذ جميع الاعتبارات اللي 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 تنجح اطار متكامل لاداره البيانات المكانيه هذه. في بصراحة يعني وجدنا بعض التجارب في بعض الدول يعني فيها تعثر، فيها يعني في بعض الدول مش عارفين من وين يبدو يعني. صحيح بالعكس، بالعكس هذه حتى المبادرة للدول اللي ما مش عارفة أو كيف تأسس نفسها أو كيف تبني قاعة البيانات خاصة فيها، البيانات كطبوغرافية أو بيانات أخرى، ممكن حين يكون عندنا في قطر عندنا اللي هو البحث العلمي، صندوق البحث العلمي، ممكن ناخذ من المبادره هذه وندخل من خلالها لدعم هذه الدول. يعني بعض الدول ما عندها لا عندها دعم مادي او ما عندها يعني موارد بشريه مدربه وفاهمه، فمن خلال هذا الصندوق البحث العلمي باجتماع مع الجهات المختصه نقوم نقنعهم بعمل مشاريع للدول الناميه في هذا المجال وندعمهم، ومن خلالها إن شاء الله ننطلق، من خلال يكون في شغل منظم ومرتب والكل يستفيد، يكون عندنا قاعدة بيانات للدول العربية كافة وكذلك الدول الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله دكتور محمد، بارك الله فيك، مشكور جدا دكتور على تلبية الدعوة معنا اليوم. بالعكس هذا شرف لي طال عمرك، شرف كبير لنا، وتحياتي للدكتور عبد الله النعيمي، اذا كان تلاقيت معاه سلمني عليه قول له باذن الله. احنا سوينا عملنا الدكتوراه مع بعضنا في نفس مختبر الابحاث بتاع المدن الذكيه في فرنسا. نعم، وبعدين هو رجع قطر وانا قعدت في فرنسا، ولكن ما يعني السنه هذه ما تواصلناش كثير يعني. آخر عهدي به إنه هو في الجي اي اس في مؤسسة قطر، لكن إذا كان تلاقيت معاه بلغ تحياتنا، وممكن المدة الجاية مع بصحبة الدكتور سركيس فدعوس عندنا برنامج يعني ورشة عمل ممكن في بيروت وممكن عن طريق الاتحاد، فممكن نتلاقوا إن شاء الله يعني دكتور. بإذن الله بإذن الله، وهذا يسعدنا صراحة نتقابل ونشتغل مع بعض وتحت مظلة الاتحاد ووجود الدكتور سركيس، نعتبره هو دائما وقود الاتحاد يعني، دائما إن شاء الله عليه، دائما يحب يكون نشط ويكون الكل يعمل ويبحث، وحتى العمل التطوعي هذه مبادرة جدا رائعة صراحة. هذا أقل ما يمكن تقديمه هو من خلال مهنتنا يعني، من خلال شغفنا وفزعة، زي ما يقولوا فزعة عربية يعني. هذا الصح، هذا صفاتنا، وهذا اللي الحين بيناه، هذا اللي بيناه الله يسلمك من خلال كاس العالم ونجاح كاس العالم، فزع الدول العربيه كافه لانجاح هذا الحدث المونديال العربي. احنا مقيمين باوروبا دكتور محمد، وكان علينا ضغط كبير خلال الاشهر الاخيره اللي قبل كاس العالم، كنا خايفين ان ننام ونصحى في الصبح نلقاه ملغوه كاس العالم نهائيا من كثر الهجمه الاعلاميه اللي كانت موجوده. لا لا لا، ما علينا منهم، احنا الحمد لله احنا مثل ما قالوا احنا صامدون وعمالنا كلها ناجحه وتحت اشراف الفيفا. ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وصراحه
تهانينا من أعماق قلبنا للأخوة في قطر على هذا النجاح الباهر صراحة بكل المقاييس. لا بالعكس هذا أنا شفت الإعلام، شفت الإعلام يقول الحدث هذا كان حتى للمشجع البسيط، الإنسان البسيط اللي جاء حضر، هو كان بالنسبة لي هو بمستوى تعامل معاملة في آي بي، أبسط مشجع تعامل معاملة في آي بي. نعم صحيح، ولكن يعني جميع الخدمات سمارت إيفنت، يعني هذا سمارت إيفنت حتى هذا الله سمعك، يعني أعطى انطباع للمنظمين السنوات القادمة إنهم يحسسون بالمشجع أو الزائر لهذا البلد، يعني أقل حاجة توفر له مثلا عمل اتصالات مجانية، مواصلات مجانية، جميع يوفرون جميع الخدمات على أبسط الأمور، وهي غير مكلفة كثير. يعني صحيح. يعني هي كلها شهر، هي كلها شهر، وهي مرتبطه بالوازع الديني والعربي والعادات والتقاليد والكرم تاع العرب، يعني مش غريبه على العرب. يعني لا هذا واجب، هذا يعني هذا كرم الضيف، يعني هذا عادات وتقاليدنا، ما ندخل بيتنا فهو منا. صحيح. لها التقدير ولها الاحترام ولها نقوم في واجبه لين يغادر البلد، وهو في يعني هذا اقل حاجه نقدمه، هذا يعني صفة العرب. إن شاء الله ديما عامر ربي يزيدكم ويبارك لكم ورفعتوا رؤوسنا، ومشكورين جدا جدا على هذا. بالعكس هذا أقل حاجة نعملها لأخوانا العرب وأخوانا غير العرب. الله يبارك لكم إن شاء الله ويبارك لنا في هذا النجاح، الحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. مشكور إن شاء الله. حنا إن شاء الله بعد خلال الشهر القادم بعد ما نرجع للحكومة إن شاء الله نبلش في عمل إن شاء الله إجراءات المؤتمر للمؤتمر المساحة والجي آي إس والربون سينسينج إن شاء الله. إن شاء الله يكون في قطر، بس إن شاء الله نكون إن شاء الله يعني في خلال الفترة الجاية يخبرنا وزير البلدية بتحديد موعد إن شاء الله المؤتمر، وإن شاء الله سوف يتم اختاركم ودعوتكم بإذن الله. الله يبارك فيك دكتور محمد، والكل مدعو إن شاء الله. مشكور جدا حبيبنا، الله يبارك فيك، وبإذن الله حيوافيكم سيادة النقيب بتقرير مفصل حول المبادرة العربية لخريطة الشارع المفتوحة. نعم. والمساهمة اللي قدمتها خلال سعيها لمساهمة في تقديم أي شيء يدعم هذا الحدث إن شاء الله بإذن الله. الله يجزاك خير. شكرا دكتور محمد، بارك الله فيك. مرحبا بك تكسر، مرحبا بك. شكرا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. Apologize for the translation. We were talking about the event and the Qatar authority for mapping and topography and their achievements in installing and the setup of national special data infrastructure for Qatar. So it was amazing to hear from them, and they are very open to share their knowledge and their experience. And I think they are going to organize a conference. We will share with you soon, in next few months, the conference call. So Dr. Mohamed Al-Murri, he is welcoming you to attend and to contribute and participate for the next conference. شكرا كثير دكتور محمد. دكتور سركيس اعتقد عندك تعقيب معين. والله يعني ما عندي تعقيب او تعليق الا امنيتي اللي بتعرفها انت وتمنياتي. اشبعنا كلام بكلام يا دكتور عبد الرحمن، الكلام بكلام هذا اليوم خلينا نحط إلينا بعضنا ونكمل رسالتنا، لأنه نحن هاي الرسالة الأولى والأخيرة للاتحاد. ودكتور محمد المري من الأشخاص اللي الداعمين واللي واقفين جنب الاتحاد بكل معنى الكلمة، ونحن تعاوننا من أول يوم. لسبب هذا بحكي لك باسمي واسم كل المسؤولين عندي بالاتحاد، أنهم هني نعتبر أن دكتور عبد الرحمن أحد أعمدة الاتحاد من الأشخاص اللي هم عم بيشتغلوا بضميرهم، ويعطيك ألف عافية.
وقدرنا واخيرا توصلنا انه خينا محمد يكون موجود معنا، وهذه موضوع مهم جدا مش لقطر بس، لاي بلد عربي. وشكرا لك دكتور عبد الرحمن على كل شيء، وسلمنا على دكتور محمد اذا شفته، وينه عندك بعده عن معك على الخط او راح؟ تقريبا موجود دكتور محمد المري، هلا برجع بحكي معه لكن انا بعد شوي. في خينا يحيى يمكن ما بعرف بالاردن كان حابب يحكي معكم، يكون عنده نعم. تعليق. اوكي نعم، اذا كان في حد عايز يتكلم انا حنفتح له الميوت. بس في شعور بالسعاده المهنيه، خلينا نقوله انك انت تحول الكلام المجرد فكره الى عمل ملموس، تشوف في 3D مخطط مجسم ثلاثي الابعاد لمدينه بالكامل، جاء من خلال مبادره عمل تطوعي وفزعه مهنيه برعايه الاتحاد. ففي شعور جميل جدا انك انت تشوف الناس جو اعطوا وقت وتعبوا وسهروا ورسموا عشان ينتج لك مجسم ثلاثي الابعاد ذو قيمه فنيه وتقنيه كبيره عاليه وبشكل مجاني ومساهمة. فهذا الشعور صراحة يعني جميل جدا جدا. We are so happy to see the 3D city model even at the level 1 of detail for Qatar, but still it's achievement. It's very nice thing to it's a good feeling to see such a achievement. So we'd like just to congratulate all our mappers and contributors who they contributed to the Doha Mabathon. Thank you very much for your contribution. And I think we have to move on to our colleague from TomTom. I don't know if they are with us, Engineer Salim or Engineer Hajar from TomTom. TomTom, one of the sponsors for the Qatar Mabathon. TomTom is leader in navigation systems and location intelligence industry, and they helped us a lot for the map rollout. We'd like to thank you, TomTom, deeply about your contribution and your collaboration with us to achieve the event. شكرا جزيلا. تمتم هي احد رواد صناعه الذكاء المكاني ونظم الملاحه الجغرافيه والجغرافيا الرقميه. هي شركه المانيه قدمت دعم كبير جدا جدا لنجاح مابثون قطر من خلال ماب رولت وتحديث شبكه الطرق في الدوحه خلال الشهرين الماضيين. وهو كان شريك وراعي رئيسي ورسمي لمابثون قطر. إذا كان مش موجودين تمتم الآن، ممكن ناخذ كلمة سريعة من المهندسة أسماء الشايبي من الجمعية الليبية للمرأة في الذكاء المكاني، طالبة الكلمة، بعدها الأستاذ يحيى. و بس بسرعة وإيجاز، مهندسة أسماء. اوكي، طبعا عندنا برنامج رسمي احنا للايفنت اليوم، فيه برزنتيشن او فيه في عرض للمهندس عمر سليم، بس في بعض الاخوه اعتقد انهم طالبينك مداخلات سريعه، وبعدها نستاذن من حضرتك اخي عمر، ونعتذر منك على الاخلال بالبرنامج الزمني، ولكن خلينا نشوف الاخوه اللي طالبين الكلمه، خلينا نعطيهم الاذن بال unmute themselves. اوكي، تقدر الان تشغل المايك استاذه مهندسه اسماء، تفضلي. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. بصراحه انا سعيده جدا جدا في نجاح مابثون قطر، واكيد نشعر بالفخر واعتزاز ان احد ابناء ليبيا هو من يقود العمليه هذه، واحد ابناء نقابه المهندسين ليبيا. طبعا أنا عضو صحيح في الجمعية الليبية للذكاء المكاني، ولكن نحمل صفة أخرى اللي هي النائب الثاني لنقابة المهندسين، نقابة النقابة العامة للمهندسين. طبعا أنا طلبت الكلمة لأن نبي نحاول أن ندير رابط ما بيننا كنقابة والاتحاد المساحين أو المساحة ومدينة مش عارفة سيد محمد قطر، أعتقد أسف الصفة راحت مني.
أيضا ممكن أنتم خديتوا جانب آخر اللي هو تتبع ورسم قطر وتتبع الكأس العالم، لكن أنا إحدى الناس اللي ما تبعتش ولا مباراة من كأس العالم لأني ما هيش هواية الكرة، ولكن تبعت خفايا كأس العالم اللي هي البنية التحتية والقفزة اللي حتصير لدولة قطر في مؤشرات التنمية المستدامة. صدقا وبصراحة أنا نتبع في جانب آخر اللي هو نشوف في أهداف التنمية والمؤشرات والغايات، ونتبع بروحي من هناك هاي كيف إن الإحصاء اللي بيصير في التقرير الطوعي خلال الفترة الجاية اللي هو بشهر 6 إنها هنطلع إنها حتكون قطر أولى دول الوطن العربي في مجال المؤشرات في تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. فهنيئا لك دولة قطر، وهنيئا لشباب اللي شارك في هذه القفزة، ونتمنى من الله إن إحنا نكونوا في القادم ان احنا نطلعوا من الحفره اللي واقعين فيها في مؤشرات التنميه المستدامه. هذا جانب. الجانب الثاني فيه عندنا مبادره اللي هي لعمليه انشاء بنك معلومات واحصائيات خاص بدوله ليبيا، فاتمنى ان دكتور عبد الرحمن بعد هذا الاجتماع نتواصل معك بطريقه افضل، وما نبيش ناخذ هالبوقت من الجماعه واللي طرح هذا المشروع. مرة أخرى تحياتي للاتحاد العربي للمساحين ولكل المهندسين اللي شاركوا في هذا العمل، يعني مهندسة بنت حيز شوي، لكل المهندسين اللي ساعدوا على نجاح هذا العمل نشكركم وبارك الله جهودكم. شكرا شكرا مهندسة أسماء، وبإذن الله زي ما سمعتي من الدكتور محمد المري والدكتور سركيس فدعوس حيكون في فرصة للتواصل من أجل تطوير العمل النقابي في ليبيا، وعمل نوع من التعاون مع الاتحاد العربي للمساحة بإذن الله. مهندس محمد الكفلاوي طالب الكلمة. مهندس محمد يريد بإجازة، تفضل دكتور مهندس محمد. السلام عليكم جميعا، تسمعوني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا شكرا دكتور عبد الرحمن على اعطائي الكلمه، وما اريد اطول عليكم، بادرت اختنا بالشكر لكل جميع العاملين على هذا المشروع، وقطر بكونها اعطت صوره واضحه وجميله للعرب. كوني اني ساكن في المانيا مثل حضرتك، ما استرسلت بالكلام بانه كان ضغط علينا في اوروبا كيف راح يكون واجهه العرب أمام الأوروبيين. عندي بس سؤال سريع، المبادرة في العراق، أنا أصلي من العراق وحاب أعرف إذا أكو مبادرة أو أكون أنا وحلقة وصل في مبادرة عبر رسم الخرائط في العراق عبر الأوبن ستريت أو الجي آي إس، أكو في مبادرة أو أنا عندي اتصالات كثيرة وكبيرة في العراق لا زالت مستمرة، أكون أساعد قدر الإمكان في إنجاح هيك مشروع. مشكور جدا دكتور محمد كفلاوي من العراق الشقيق. نعم موجود معنا الدكتورة سحر الطائي والدكتور هنر من كردستان. دكتورة سحر على تواصل معنا، وهي قدمت طلب للانضمام للحصول على عضوية الاتحاد العربي للمساحة، فممكن نتواصل مع حضرتك بعدين بخصوص يعني تسجيل رسمي لجمعية محلية في العراق لـ Open Street Map Iraq، واللي هي حتكون منبر في Open Street Map Arabia اللي هو تحت مظلة الاتحاد العربي للمساحة. عندنا خارطة طريق متكاملة لهذا الموضوع، ويشرفنا أنك تكون أحد المؤسسين وتكون موجود معنا في الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا، شرف كبير لنا دكتور، بارك الله فيك. العفو، أهلا وسهلا بك.